السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. تعمل إيه وتعملي إيه حضرتك لو سمعتي طفل، سواء ابنك أو حد عند قرايبك، عند أخوك، عند أي حد شايفه وأنت بتزور أو جوه البيت عندك، وبيقولك أو بتقولك أنا بكرهك، أنا بكرهك، ماذا بعد؟ ماذا بعد القبلات والأحضان والهدايا والألعاب والأطباء وغياب الراحة والسهر بالليل والعناية اللامتناهية؟ فجأة ابنك الغالي فلذة كبدك بيقولك بكرهك. هل هو في الفعل بيكرهك؟ هل الكلمة تعني دلالتها عند الآباء والأمهات اللي لا يعوا يعني إيه تربية والدية، ولا يعوا يعني إيه دلالة الكلمة، وماذا يريد الطفل أو ماذا يريد المراهق؟ تفسيرها إنه بكره، فياخد منه موقف ويخصمه شهور، ويمكن يعني يقول ده ولد عاق ولا بنت عاقة، وتحصل مشاكل في الأسرة ويتدخل الناس بعدين، يعني مشاكل. إنما اللي لازم حضرتك تعرفه، حضرتك تعرفيه، واللي بيشايف الفيديو ده يعرفه، الناس اللي مقضية وقتها عمالة تتفرج على فيديوهات تافهة وكلام فاضي وناس بتسوق لفوضى وإثارة يعني حالات المجتمع بتفاهات، وننسى ونسيب الحاجات المهمة اللي بتربي المجتمع عشان لا يدخل بنا إلى سياق الفوضى وسياق الاتهامات المتبادلة. طيب، الولد أو المراهق أو الطفل ما بيقولش لحضرتك أنا بكرهك عشان بيكرهك، وإنما هو بيقول اللفظة حتى يثير الاهتمام ويثير فضولك ويخليك تنفذ له طلباته. بيقول لحضرتك أنا بكرهك لأن أنت منعته من إنه ياكل يمضغ اللبان كأساس لوجبة مثلا، او انه يمسك كيس الشيبسي او اي حاجه، او البوظه او غيره، في وقت ليس وقت تناول الطعام، او حاولت تقول له ادخل نام وهو قاعد بيتابع حاجه، بيتفرج على حاجه، بيعمل بشكل فيه نوع من القسوه، او منعته انه يلبس الملابس اللي هو عايز يلبسها في توقيت معين، او في اشياء بسيطه، امور ترتبط بمتعلقات وخطاب شخصي. السؤال هنا لما يقول أنا بكرهك وبعدين تاخد منه موقف وبعدين يرجع يعتذر مباشرة، حضرتك بتستجيب له وحضرتك بتستجيب له، فبيعتبر إن ده مدخل ليه إنه تنفذه بيه طلباته، فيبدأ يكرر الكلمة. إنما لو حضرتك بهدوء شديد جدا خدت نفسك ودخلت نهدت كده وقعدت شهيق وزفير وصمت وسكت، وبعدين جبت أمه وقعدتوا مع بعض تحكوا، وبعدين حددت ميعاد يقعدوا وتقعد مع الأسرة، زي الحاجات اللي احنا بنقولها دي، طبعا ده ما بيتمش للأسف الشديد، وتبدأ تناقش بقى المشاكل والقضايا وتحط الضوابط والقوانين بالاتفاق مع الآخرين. هنا هيعرف إنه لو كرر كلمة أنا بكرهك تاني لن تنال الاهتمام، فلن يستخدمها كأحد الأدوات والوسائل الدفاعية لتحقيق مطالبه. شفتوا الطفل الصغير السنتين والثلاث سنين، اول ما تقول له مش عامل، ياخد نفسه في الجنب كده ويمسك اي حاجه ويرفص في الارض ويعيط، الام قلبها رهيف، والاب نفس الحكايه، وده المولود رقم واحد، فيعمل ايه؟ يروح يشيله ويحضن فيه، يتعامل معاه. ممكن طفل، بعض الاطفال بيبصقوا في وجه ابائهم او اجدادهم والاباء يضحكوا، فيقابل هذا الأمر بنوع من التمادي في المواقف المختلفة، فتروح حضرتك تزور صديق لك يقوم عامل نفس السلوك، تقوم أنت ضربه، وبعدين يسأل نفسه هو ليه بيضربني هنا وليه هناك في البيت عنده بيضحك ومبسوط، تناقضات وشخصيات متناقضة. ولهذا لابد للآباء، لحضرتك وحضرتك، أن يعي أن المشاعر التي تكمن وراء عبارة الكره، ها، لازم تقابل بعبارة واضح إنك زعلان قوي، واضح إنك متأثر جدا بس، وتسكت
وممكن تبعد عن هذا الموقف في هذه اللحظة وتمشي، تقعد في أوضتك، تقعد برا في البلكونة، تقعد في أي مكان وتاخد نفس، وبعدين تطمئن وتدعو لمزيد من النقاش في وقت لاحق. بعدها أكيد الغضب بيسكن، وأكيد اللي وقع في الخطأ بيعترف بخطأه، وبعد الغضب وثورته بيجي الهدوء. إذا يا جماعة اللي عايزين نقوله في هذا المشهد إنه في مجتمعاتنا بنسمع كتير أنا بكرهك، سبب الخلل أن بيؤخذ اللفظ بدلالته وبمعناه، وآباء كثير بيعتزلوا أبنائهم، وبالذات في مرحلة المراهقة، يمكن مع الأطفال اللي في المراحل العمرية المبكرة 3 سنين سنتين، الأمر يعني بيبقى فيه نوع من التجاوز ويقول لك أهو عيل ومش فاهم. إنما الكبير بياخدها الأب، ده أنا عطيلك حياتي وعطيلك كل ما أملك، وقتي وجهدي وعمري كله، تيجي تقول لي بكرهك؟ الأم تاخدها بمحمل مشاعر عالية جدا، والأب بياخدها بنفس الأمر، وتتحول إلى صدام قد يستمر. ولهذا عليكم أن تحذروا، هو مش بيقول بكرهك عشان بكرهك أنت، ده هو بيكره تصرفك مقابل السلوك اللي هو عايز يعمله، أو التصرف اللي هو عايز يعمله، إنك بتمنعه من حاجة هو بيحبها، فهو بيكره موقفك في هذه الحالة ولا يكرهك أنت. فالحل إنك تهدى خالص، وبعدين قول له أنت زعلان ليه؟ في إيه؟ بالراحة بهدوء كده، وبعدين اقعد والدنيا هتهدى وتعرف منه، وهو لن يلجأ إلى استخدام هذا الأمر فيما هو قادم حتى لا نكرر الأخطاء. إذا أحبائي الكرام، أنا بكرهك لا تعني الكراهية الحقيقية للإنسان الذي يبذل حياته وعمره من أجل أبنائه، وإنما قد تعني البحث عن مزيد من الاستجابات للطلبات الغير مبررة، والحل إن حضرتك تهدى وترد رد بسيط جدا دون أي انفعال، وبعدين هتصل إلى الحقيقة وهو ما عادش هيكرر ده تاني. نلتقي على خير في أمان الله.